نبدأ جولتنا اليومية على صفحة الصحف الصادرة اليوم في بلدان أوروبا الغربية بصحيفة The Times البريطانية التي اهتمت بنقل رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم أمس إلى العناية المركزة بعد تطور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كوفيد-19. صحيفة راين بيفالتس الألمانية كتبت أنه من السابق لأوانه تحديد موعد لرفع القيود المفروضة على الحياة العامة من أجل تطويق انتشار وباء فيروس كورونا. وحسب اليومية الألمانية بوسع الحكومة الفيدرالية أن تظهر للناس الكيفية التي سيبدو عليها إنهاء تدابير الحجر، فسيناريو الخروج من هذا الوضع الاستثنائي سيشكل بصيص أمل وسيمنح المواطنين شعورا بأن شيئا ما يحدث. صحيفة لوموند الفرنسية ركزت من جانبها على تحول موقف الحكومة بشأن ارتداء الأقنعة الطبية الواقية، وذلك كإجراء يتيح الحد من انتشار الفيروس. فتحت عنوان ارتداء الأقنعة تحول الحكومة ب180 درجة، أكدت الصحيفة أن وضع القناع يسير نحو التعميم على جميع سكان البلاد بهدف إنهاء العزل الصحي والذي لا يزال تاريخه غير معروف إلى حد الساعة. من جانبها ركزت صحيفة لاراثون الإسبانية على منحى تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى تسجيل تراجع على مستوى عدد حالات الوفاة خلال الأربعة أيام الأخيرة، الأمر الذي يؤشر على أن منحى انتشار العدوى قد دخل مرحلة التباطؤ والتي يرتقب أن تتعزز خلال الأيام القليلة المقبلة. في إيطاليا أبرزت يومية الجورنالي أن الارتفاع المتواصل في عدد الأطباء ضحايا فيروس كورونا دفع الحكومة إلى اللجوء للروبوتات قصد المساعدة في علاج المرضى بالمستشفيات وحماية مهني الصحة. وحسب اليومية يوجد حاليا 8 روبوتات تعمل بصفة ممرض، من بينها الروبوت تومي في مستشفى سيريكولو بمدينة فاريزي بلومبارديا، المنطقة الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء في إيطاليا.